أعلن الجيش اليمني تحقيق تقدم ميداني جديد باستكمال السيطرة على سلسلة جبال الزلزال أقصى شمال مديرية نهمة شرقي العاصمة صنعاء. وأشار بيان للجيش اليمني إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل 14 عنصرا من ميليشيات الحوثي وجرح آخرين، إضافة إلى استعادة قوات الجيش عددا من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.